حبيباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة أم البنات. كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نوجد معكم هذه الفواكه الرائعة، فواكه الجافة اللي كنحتاجوها في الحلويات، صابلي في الفقاص في الكيك في أي بلاصة، كان أي حاجة يعني كنستعملوها إلا وكنبغيو شي فواكه معسلة أو جافة. خواتاتي فهي بسيطة، وكدير واحد المكون اللي كيكون موجود بكثرة في الصيف كناكلوه. هدوزو خوتي معايا المقادير وطريقة التحضير، فتابعوني لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. دابا هنا غنمشيو نلاحظو هاد الأحمر اللي فيه على هاد الشكل هذا، وغادي ندوزو نحيدو القشور ديالنا، القشرة اللي قاصحة في الدلاح، فهي كتكون ساهلة. ندوزو القشور هنا، نحتاج هكا نقطعو على هاد الشكل هذا، هاد المربعات هادو، واللي ما عندوش قطع على هاد الشكل هذا، هانتوما هاد المربعات هذا، واللي ما عندوش يكتفي بيدو على هاد الشكل هذا، يمشي حتى هما مربعات ماشي مشكل. وغنقطعو ان شاء الله كامل، وغادي نرجع معكم طريقة التحضير ديالو. دابا من بعد ما قطعنا واحد تقريبا نصف الكمية او اكثر، دابا غنديرو في الطاوة هادي، هي نصيحة ليكم، غادي ديروها بعين الاعتبار، هي غياخد الدلاح يعني خضر مباشرة، غادي يقطعو إيه، واللي غيديرو في الكونجيلاتور ماشي يخرج الكمية كاملة وبدا يقطع فيها، يخرج شوية بشوية، فهو كيكون سهل أكتر. دابا هنا غندير الماء، يجي قد الماء قد هاد الوصفة هادي. دابا غندير واحد الشاصية ديال السكر فاني، واللي عنده سائل يدير سائل، فقط غندير واحد تحريكة خفيفة. هنا غنحطو على النار، النار تكون مهيلة، غنخليه 20 دقيقة بالضبط على ما يولي نفتي شوية، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا عندي دابا جوج ديال الزلايف، فغادي ندير هادو جوج عبارات، غنزل عليهم عبار واحد ديال السكر الخشن، هانتوما عبار واحد، هنا غندير كاس عنبة ديال هاد الماء اللي طاب فيه، وغادي نرجعو على النار، ونخلي السكر ديالنا يذوب. هاد سميتو هاد الماء اللي درت باش ما كيخليش يتكرمل، لان كيطيب غير كيتعسل، وكي داك الماء كينشف، ملي كينشف الماء صافي كنطفيو عليه النار حتى كتسخن، وحنا كنقلبو فيها السكر ديالنا كيذوب. وها هو دابا الفواكه ديالنا، هي بعد ما نشفت وتعسلات تجي
تجي ذهبيه غزاله ما نقولكمش. هانتوما على الشكل ديالها ذهبي. دابا هنا غادي نقسم باش ندير النكهات، نحدها مازال سخونه. انا غندير 4 ديال النكهات. وهادو حبيباتي النكهات اللي عندنا، هذا عندنا سيترون يعني الحامض، هادي عندنا الناطا وهي اجمل يعني رائحه، عندنا هنا فراوله، وعندي هنايا البيستاج. دابا حنا غنديرو ندير واحد المعلقه لكل يعني كل قطره من الفاكهه. دابا غادي نخلطو هاد السيترون هو الأول، هانتوما كيما كتشوفو كيجي لون يعني لون رائع. كنخليوه هنا نخلطو النور اللون الثاني، النكهة الثانية عفوا اللي هي الفراولة. اللون زجاجي كيبان كيلمع يعني رائع. فانا كنكتفي بهذه الالوان هذه يعني الوان ماشي مغلوقه، واللي بغى يغلق اللون يمكن له يزيد عاوتاني الملونات لكل واحد يعني كل شكل يزيد له اللون ديالو. وانا انا بغيت هكا يكون شفاف. صافي حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الفواكه ديالنا. دابا ما علينا الا غادي نرجعوا باش نجفوها، يعني طريقه التحضير ديالها هي هذه. دابا غنوريكم طريقه التجفيف ديالها. بالنسبه للتجفيف فغنديروا حنا واحد المنديل اللي هو يكون نقي، على هذا الشكل هذا. نخويو هاد الشيء هنا، ما ديروش كلينيكس لان غير سقنكم
او البيبي او لا بابي كويزين ولا شي حاجه ما ديروهمش، ما ننصحكمش بيهم. ديروا واحد المنديل اللي هو رطب على هذا الشكل بحال ديال لي زور، تمشيو الفاكهه ديالكم بهذا الشكل. غادي نزيدو الفاكهه الثانيه، كنخليهم على هذا الشكل هذا. بما ان الحراره يعني مرتفعه عندنا الحراره، كنغطيوهم عاود بواحد المنديل نفسه، كنغطيوهم ونخليهم في الحراره، ما كنديرهم لا في الفران ولا حتى شي حاجه حتى كينشفوا. وغادي نرجع معكم ان شاء الله. خوتي هذه هي الفواكه ديالنا، انا بغيتها صلبه على هذا الشكل هذا، واللي بغاها معسله. انا درتها 24 ساعه وهي كتيبس في الشمس، مغطيها بالمنديل. ولكن اللي بغاها معسله ما عليه الا يخليها الا 12 ساعه تنشف. هانتوما كتجي مزاله. هذه درتها شويه ديال النعشة والملوي الابيض، هذه ديال الناطا، وهذو خليتهم على هذا الشكل ديالهم. بيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما يبسوا لنا هانتوما ديروا القرعي ديالكم، كيبقاو لكم حتى لسنه، ماشي مشكل، كيضيعوا ما حتى شي حاجه. انا كنت مجرباهم انا، ولكن ما عمري حطيتهم في القناه ديالي. انا نوريكم واحد الحبات ملي كيتلونوا، ملي كدير لهم النشا كي كيرجعوا هنا في هذه القرعه. ناخذوا واحد شويه من كل لون، ناخذ واحد شويه ديال النشا بهذا الشكل هذا. تمام الشكل هذا كيجيو رائعين وزوينين وغادي يعجبكم ان شاء الله. احسن ما تشريو شي حاجه بثمن باهي طويصه ب 10 درهم ما فيها والو، احسن ديروهم لراسكم من اقتصاديا. حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات ديالنا او فواكه الجافه كما كنسميوها. الشكل رائع ويستاهل التجربه. هانتوما هادو درتهم صلبين، واللي بغى يعسلهم انا قلت لكم اللي بغى يعسلهم ما عليه الا يخليهم بلا ما ينشفهم، مثلا نديرهم في بابي كويزين او في شي منديل ويخليهم حتى يشربوا داكشي، ويديرهم في قرعه، يخلطهم ويديرهم في قرعه، يدير مع عليهم شي معلقه ديال العسل فقط، كيبقاو حتى هما مده طويله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، شاركوه معايا كيستاهل التجربه. يعني توفر عليكم داك الكميه اللي كتشريوها بثمن غالي وهي كميه قليله ما كتنفع في والو، فهادو كيبقاو مده طويله. شكرا على المتابعه، شكرا على الدعم وعلى اللي كيزورني في القناه ديالي كله. والى اللقاء خواتاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.